مباراة اليوم. هجوم الأهلي الأخوية خطيرة، والكرة تعود إلى إسماعيل محمد، والعرضية جول أول في المباراة وعن طريق فلاديمير ويز. ويز الآن يتقدم للأخوية، يتقدم في مشهد اليوم. هدف جميل، هدف رائع. شوف الإعادة، شوف كاس قطر للأخوية حتى الآن، كاس قطر للأخوية حتى الآن. الكرة شوف الإعادة، الكرة العودة. خلونا نشوف، خلونا نتابع كيف هو يتقدم وبيحطها. سجل التعادل ومنحنا المزيد من الإثارة والمتعة في مباراة كأس الفخر، كأس العز، كأس قطر. لا زالت الإثارة، كيف وضعها، وضعها مع الله، الله على الحطة، الله يلقي خاطر الأخوية. والآن الكرة جول، نعم نعم فيهي يسجل. إذن العلامة الأولى صح بالنسبة للأخوية. ماذا عن العلامة الثانية؟ من سيتقدم؟ يبدو لي واغنر. شاهد الخاطر، شاهد القفاز كان قريبا من الكرة، لكن السرعة والقوة أعطت الكرة في الهدف، والابتسامة للسيد إريك جيرتس. نعم تاي سجل. الآن واغنر، واغنر ماذا سيفعل أمام كلود أمين؟ واغنر، غينان واغنر، ينظر يمنة، يصرخ، وين بيحطها؟ حطها فين؟ حطها، جول جول، نعم جول. سجل أيضا الكرة الأولى للجيش. ولسه حبايب، ولسه حبايب، ولا زالت كأس قطر هذه التحفة الرائعة لم تكشف بكل أسرارها. حاول كلود أمين، ساعد القائم واغنر في هذه الكرة، فحول الكرة إلى المرمى، وأصبحت النتيجة هي التعادل 1-1. من سيتقدم للثانية؟ من غير لويز مارتن. لويز مارتن يتقدم للثانية، وأمامه سعود الخاطر. لويز مارتن، دقة، تركيز، هدوء، اختار الزاوية، تقدم، أين سيضعها؟ وضعها فين؟ أوه! القائم يقف من أجل الجيش ويبعد كرة لويز مارتن. أضاع لويز، أضاعها في القائم، وضعها في الزاوية الصحيحة. كرة انحرفت باتجاه القائم وذهبت بعيدا، لم تكن مثل كرة واغنر. القائم حولها إلى الشبكة للمرة الثانية. هذا القائم لهذا المرمى يقول كلمته أمام نادي الأخوية. أولا في المباراة في كرة نامتايوا وأضاع ركلة الجزاء، وثانيا أمام لويس مارتن. كيمبو إيكوكو صاحب هدف التعادل، ماذا سيفعل الآن؟ أين اختار؟ اختار القائم، اختار القائم. يا إلهي، يا لهذه المباراة لا ترغب بأن تكشف سرا واحدا، وهو من هو البطل. القائم وقف أمام الأخوية، ووقف أمام الجيش، وكأنه يقول للفريقين أنا هنا ولم يفز بعد أحد. هكذا السعادة كانت لسباستيان سوريا. إذا كرة لويس مارتن ضاعت، وكرة كيمبو ضاعت كذلك. من سيتقدم الآن؟ من غير الماجيك؟ من غير مجيد بوغيرا؟ من غير المونديالي؟
عثمان زيرة قائد لخويا الآن سيتقدم في هذه الصورة وأمام الخاطر وضعف الله 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 يا مجيد يا الثقة الشخصية الهدوء القيادة العقلانية وضع الخاطر في زاوية ووضع الكرة في زاوية وذهبنا إلى الزاوية لأن نكتب لخويا هدفين الجيش هدف واحد لخويا سجل عن طريق نامتاي وعن طريق مجيد فوقرة بينما الجيش سجل عن طريق واغنر لويس مارتن أضاع وكيمبو أضاع هذه الكرة الثالثة للجيش لو سجلها يتعادلون من هو إنه الكوري سيول كي الكوري وين حيحط الكورة الكوري والكورة والتقدم في الصورة قول نعم علامة خضراء وصحيحة للجيش الآن باسم اللاعب سيول كي يرد على كرة مجيد بوقرة 2-2 من 3 كرات من سيكون كريما لأن يعطي السعادة لجماهيره لدينا المتقدم كريم بوضيف هل سيكون كريما لجماهير لخويا الآن أمام الخاطر 2-2 من 3 كرات باقي كرتين يمكن تطول إيريك جيرس يتابع كريم مضيف وسعود الخاطر أين ستأتي السعادة للحارس أم لكريم هكذا الآن كريم مضيف وضعه طوح فيها بعيدة والكرة الثانية تضيع على لخويا الأولى من لويس مارتن والثانية من كريم بوضيف من سيتقدم الآن للجيش فرصة مواتية طبعا للتقدم هم الآن 2-2 لكن لو نجح القائد والليدر والمخضرم الكبير وسام رزق بتسجيل الكرة سيمنح الجيش أن يقترب أكثر لكأس العز والفخر في ليلة الفخر بكأس قطر هكذا العناوين ستكون يا وسام هذه الكرة لو تسجلت لسه ما انتهت ننتظر الكرة اللي بعدها تكون هي الأخيرة هذه الرابعة يتقدم وسام وأمام كلود أمين والآن وسام وين جول فعلها وسام رزق ويبقى الليلة وسام يا وسام في بطولة كأس قطر التي تقترب الآن من الجيش لماذا أيها السيدات والسادة الجواب أن هذه الكرة لو ضاعت يمين يمسكني هو اللي يتقدم لهذه الكرة لو ضاعت يعني أن المباراة انتهت وأن الجيش بطلا لكأس قطر لو نجح سعود الخاطر باصطيادها أمام المساكني هذا التونسي يحزن والتونسي نبيل يفرح الآن سجل وفعلها إذن يوسف المساكني وسجل الكرة الأخيرة ماجد يعني الفخر ماجد يعني العز ماذا عنك يا ماجد محمد إنها الكرة الأخيرة لو نجح بتسجيلها خلاص مثل ما يقول يعني سجل واركض الكرة الأخيرة يا ماجد محمد لحظات وترقب ومشهد منتظر الآن
ماجد محمد وكلود أمين في موقف لا يحسد عليه الاثنان. تحتاج هذه الكرة من ماجد إلى الهدوء. نفس الكلام أيضا لكلود أمين. كرة هل ستعلن البطل للجيش أم تؤجل ذلك إلى ركلة بركلة؟ ماجد يتأهب، يتقدم، يخطو، يضع الكرة، الجيش لا! كلود أمين يا إلهي على المنظر، أمينا على مرماه أجل الحزم. الله يا كاف قطر، الله يا ليلة قطر، من سيكون فقرها؟ إنها لم تنتهي بعد، لم تنتهي بعد. كما ذكرنا هذا منطقي وواقعي بالنسبة للفريقين الأفضل والأكثر أداء طوال الموسم، وكلهم يأمل أن تكون كأس قطر في دواليبه، في أروقة ناديه، في خزائنه، في لوحة الشرف. من سيتقدم إلى لوحة ركلات الترجيع؟ المتقدم الآن هو عادل أحمد، يتقدم الآن ويضع كرة، وضع أوه أوه عادل أحمد ترك التعادل وترك الفرصة مغادية للجيش بأن يذهب أن يكون بطلا. وين أرسل الكرة؟ هو على طريقة كريم مضيف، أرسلها بعيدة، ونبيل معلول يتأهب. من سيتقدم للكرة القادمة؟ إنه نجم مباراة اليوم كما جاء اختياره، فهل سيؤكد أنه فعلا النجم ويعلو نجم الجيش في مساء هذا اللقاء الكبير؟ خالد عبد الرؤوف، خالد عبد الرؤوف أين سيضع الكرة؟ أمام كلود أمين، انتهت.